أهلا بكم. مش معنى إن الدكتور يقولك إن عندك اكتئاب يبقى معناه إن هذا الاكتئاب اكتئاب جسيم، وإنه من الاكتئابات اللي هي بتحتاج علاج مدى الحياة. ومش معنى كده إن أنا هكون زي حد من أفراد العيلة أو حد من الصديقات اللي أنا أعرفهم إن أنا مضطر إني أخد العلاج ده. إحنا عندنا على حسب التصنيفات العلمية الدوائية في عندنا حوالي 48 نوع من أنواع الاكتئاب، منهم من هو قصير المدى وذاتي وقابل للزوال وبيتحسن تلقائي بدون اي حبوب وبدون اي ادويه. امال ايه نوع الاكتئاب اللي عندي؟ في انواع من الاكتئاب ويمكن اكثرهم شيوعا، الاكتئاب النفسي التفاعلي، يعني واحد عايش موقف معين والموقف ده حله صعب او حله بعيد المنال، وعشان كده ما عندوش حل حاليا ليه ومش عارف يغير الوضع اللي هو عايشه فبيكتئب، فبتجيله اعراض الاكتئاب اللي هو فيه يضخم الأمور، أرق في النوم، عدم انتظام في وجبات الطعام أو في شهية الطعام، إما أحيانا من إفراط أو أحيانا إن هو يكون فقد الشهية تماما، عصبية غير مبررة، والأشياء دي بتكون متفاوتة من الشدة إلى الزيادة إلى الانحسار في بعض الأحيان. طيب أعمل إيه في النوع ده من الاكتئاب؟ العلاج الدوائي هنا بيكون مؤقت وبيكون سهل جدا ومتيسر، وممكن جدا تتوقف عنه في اي وقت وممكن ترجع له من نفسك في اي وقت. طب هيفيدني في ايه العلاج الدوائي اذا كانت المشكله موجوده والمشكله غير قابله للحل في الوقت الحالي؟ مثلا زوجه متضرره من طباع زوجها وزوجها غير قابل للتغيير في الوقت الحالي، هنعمل ايه؟ ما هو طبعا انا مش هضخم الامور واهدم البيت، لازم يكون في حل ان انا اعرف اتكيف مع الوضع الراهن حتى يحصل التغيير. وطبعا طالما في حركه كون يبقى لازم يكون في تغيير. تمنياتي ليكم بالشفاء العاجل، وتمنياتي ليكم ان شاء الله رب العالمين بتحسين الاوضاع والمشاكل، وما تخافوش من العلاج. شكرا.